وصل الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون إلى حدود الفضاء الأحد المنصرم قبل أن يهبط بنجاح في نيو مكسيكو غرب الولايات المتحدة بعد رحلة مذهلة تهدف إلى إطلاق صناعة سياحية فضائية مربحة جديدة. وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن برانسون وخمسة من أفراد الطاقم عبروا حدود الفضاء على متن رحلة تجريبية للمركبة الفضائية التي طورتها شركة فيرجن جلاكتيك والتي بلغت ارتفاع 80 كيلومتر فوق سطح الأرض. وسجلت أن المركبة الفضائية هبطت في منشأة سبايسبورت أمريكا بنيو مكسيكو بعد رحلة دامت ساعة تقريبا، حيث انفصلت بنجاح عن طائرة الإطلاق التي أقلعت بعد تأخير بسبب الأحوال الجوية. I was once a child with a dream looking up to if we can do this.